بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمات هذه الآية المباركة الأخيرة من سورة الحمد واضحة المعاني، ولكن بالقطع واليقين ليس المقصود هو المعنى الظاهري عند الناس في بعض كلمات هذه الآية المباركة. صراط يعني طريق واضح، أنعمت الذي أعطيته نعمة، المغضوب واضح اللي عليه غضب، الضال التائه، هذه كلمات واضحة. ولكن قطعا ويقينا ليس المقصود الإنسان شنو يقول؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم. وصف هذا الصراط المستقيم شنو؟ صراط هؤلاء، صراط منو؟ الذين أنعمت عليهم. إذا كان المقصود من الذين أنعمت عليهم هو المعنى الظاهري الأولي البدوي عند الناس، كل الناس الله عز وجل أنعم عليهم، فإذا صراط كل الناس، وفرعون أيضا الله عز وجل أنعم عليه بملايين مليارات النعم، يعني إحنا نطلب أنه الله يهدينا، هذه أصلا ليست هداية، هذا ضلال. اهدنا الصراط المستقيم، صراط فرعون يعني، وفرعون أيضا الله أنعم عليه، صدام أيضا الله أنعم عليه، هتلر أيضا الله أنعم عليه، الإرهابيين أيضا الله عز وجل أنعم عليهم، وينعم عندهم بالنظرة البدوية من كلمة النعم. هذه نعم، عنده عين، عنده مال، عنده إيد، عنده رجل، هذه مو نعم؟ نعم. هذا قطعا ليس هو المقصود، إنما المقصود شيء آخر. ما هو المقصود؟ أنعمت عليهم، ما المقصود؟ ما أقول من المقصود، ما المقصود من أنعمت عليهم، حتى بعدين نجي نشوف من المقصود. هنا ثلاث احتمالات أكو. الاحتمال الأول ورجحه كثير من المفسرين، ولعله يستفاد من بعض الروايات الشريفة أيضا هذا المعنى، أنه المقصود من أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالنعمة الكبرى وهي الهداية. ليش بس هذول الله عز وجل عبر عنهم بالذين أنعمت عليهم، بقية الناس شنو؟ الله ما أنعم عليهم. لعله بسبب أنه الفارق بين هذه النعمة وبقية النعم فارق كبير جدا، كأن الله سبحانه وتعالى يعتبر بقية النعم ليست نعما أصلا،
بالنسبة للهداية بقية النعم لا شيء كقيمة، القيمة الأساسية للهداية. بقية النعم، النعم الدنيوية شنو قيمتها؟ لا قيمة لها، لأنها تنتهي بانتهاء حياة الإنسان الدنيوية. نعمة الهداية هي النعمة التي تستمر مع الإنسان إلى هم فيها خالدون، خلود خلص. أما بقية النعم، الإيد الرجل العين، النعم الدنيوية تنتهي بانتهاء الدنيا تنتهي. فإذا كأن الله سبحانه وتعالى اعتبر هذول كأنه ما عندهم نعم. فرعون عنده مليارات النعم، مليارات النعم عنده، ولكن باعتبار ما عنده نعمة الهداية كأن الله سبحانه وتعالى اعتبر أصلا هذا كأنه ما أنعم الله عز وجل عليه، طبعا بسوء اختياره، إما لصغر النعم أمام نعمة الهداية أو لا، مو قضية صغر ذيك نعمة كبيرة وهذه نعمة صغيرة، لا، حقيقة بقية النعم بدون نعمة الهداية حقيقة ليست نعما. الإيد والرجل والمال والعين والزوجة والمقام، هذه حقيقة مو لصغرها، لا، حقيقة مو نعم أصلا. النعمة هي نعمة الهداية. إذا كانت نعمة الهداية هذه النعمة تصير نعم، الإيد تصير نعمة، الرجل تصير نعمة، الصحة تصير نعمة. إذا نعمة الهداية مو موجودة هذه تصير نقمة، تصير مشكلة على الشخص، فحقيقة مو نعمة. اللي ما عنده نعمة الهداية لأن الله عز وجل أعطاه العين في الدنيا، يوم القيامة هي نفس العين تصير وبال عليه، نفس العين تشهد عليه، يعني نفس العين تكون شاهدة على أن الشخص يدخل نار جهنم. فالعين نعمة؟ لا، صارت نقمة. المال نعمة؟ لا، يصير نقمة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، هذا المال اللي أنفق يوم القيامة يصير حسرة عليه. يعني النعمة بسوء اختيار الشخص هي نعمة، بس بشرط أنه الشخص يستخدم هذه النعمة في مجال تكون عنده هداية، النعمة تبقى نعمة. إذا الهداية ما كانت كل النعم مو بعضها، كل النعم تتبدل على نقمة على الشخص. بعد أكو نعمة أكبر من نعمة النبي والإمام؟ نعمة النبي والإمام تصير نقمة عليهم، مو شي؟ واحد عنده إمام بعد أكبر من هذه النعمة موجودة؟ اللي ما يؤمن بهذا الإمام عنده نبي، اللي ما يؤمن بهذا النبي هو وجود النبي في زمنه يكون نقمة عليه يوم القيامة، يقول له النبي كان موجود، هو إمام كان عندك، فهو وجود إمام اللي هو نعمة محضة، يعني كل وجود الإمام نعمة. هذه النعمة الكبرى تتبدل إليه إلى نقمة، تتبدل بالنسبة إليه إلى نقمة. ليش؟ بسوء اختياره، لأنه ما اهتدى. فصراط الذين أنعمت عليهم، الاحتمال الأول أن المقصود من أنعمت عليهم نعمة الهداية. ليش بقية النعم شنو؟ إما لصغرها فالله عز وجل ما اعتبرها أصلا نعمة، أو لأنها بالفعل مو نعمة، بدون الهداية بقية النعم نقمة وبال. هذا الاحتمال الأول، أن يكون المقصود من أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بنعمة الهداية. الاحتمال الثاني، أن يكون المقصود من أنعمت عليهم الأشخاص الذين أعطيتهم، إلهي أنت أعطيتهم نعمة هي تكون الأساس لهداية الناس. لاحظوا في رواية شريفة، نعم، هاي الرواية ما أدري ما ذاكرها هنا، على أي حال
في رواية شريفة أنه المقصود من أنعمت عليهم النعمة التي هي الأساس في النعم. يعني شنو؟ يعني الشخص الذي يريد نعمة العلم، العلم نعمة، وجي صراط الإلهي اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم شنو هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم. أنا شنو أريد؟ أريد في العلم أمشي على الصراط المستقيم. أي علم؟ فرضا أفرضه علم الطب، أريد أمشي عدل على الصراط المستقيم، أريد أمشي في الطب. إلهي أنت اهدني في الطب إلى الصراط المستقيم، اللي هو الصراط منه، صراط الذين أنعمت عليهم نعمة الطب، النعمة الطب الحقيقي الصحيح. وفي الطب هم أكو هداية أكو ضلال. واحد طبيب يمشي عدل على الطب الصحيح يوصل إلى النتائج الصحيحة، واحد لا يريد يكون طبيب بس ما يعالج الناس، يقتل الناس، يمكن هم مو عمدا ضلال هداية. يعني هذا هم فيه هداية فيه ضلال. أخذوا علم ثاني، أخذوا أي طريق في الدنيا، صراط الذين أنعمت عليهم في كل مجال أساس هداية الناس في ذلك المجال. إلهي أنا في تعاملي مع أهلي اهدنا الصراط المستقيم، خليني على الصراط المستقيم. صراط منو؟ اللي أنعمت عليه، اللي أعطيت المصدر الصحيح للهداية في مجال التعامل مع الأهل، في مجال التعامل مع الأعداء، في مجال التعامل مع سائر الناس، في أي مجال من المجالات، في مجال التعامل مع نفسك. ففي كل مجال إلهي اهدنا الصراط المستقيم في المجالات اللي نريدها. الصراط المستقيم شنو؟ صراط هذول اللي انت انعمت عليهم، انت هديتهم الى الشيء الصحيح في مجال معين، اهدنا الى هذا الصراط. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الاول اهدنا الصراط المستقيم الهداية، عفوا صراط الذين انعمت عليهم. انعمت عليهم يعني شنو؟ انعمت عليهم بنعمة الهداية. الاحتمال الثاني أنعمت عليهم في كل مجال باتباع المصدر الصحيح في ذلك المجال. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ولعله هو الأصح، ولعله يعني هذا هو الأصح، هم يتنافوي الاحتمال الأول والثاني، هذا يتضمن الاحتمال الأول والثاني. الاحتمال الثالث، هذه القاعدة يمكن في هذه الليالي يمكن 3-4 مرات ذكرنا هذه القاعدة عجيبة، سورة الحمد هذه القاعدة هواية تنطبق على الآيات فيها. حذف المتعلق يفيد العموم. صراط الذين أنعمت عليهم، الله قال أنعمت عليهم بأي نعمة؟ ما قال. النعم هواية كثيرة، واحدة منها نعمة الهداية، واحدة منها الإيد، واحدة منها العين، واحدة منها نعمة وجود الإمام إلى آخر القائمة. نعم الله المليارات المليارات. هذه النعم الله قال أنعمت عليهم بأي نعمة؟ ما قال، قال صراط الذين أنعمت عليهم بس، ما حدد نعمة معينة. وحذف المتعلق يفيد العموم. عموم يعني شنو؟ يعني إلهي اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم شنو هو؟ هو صراط الأفراد اللي أنت أنعمت عليهم بجميع النعم. هذا معنى حذف المتعلق يفيد العموم. إلهي اهدنا إلى صراط الأفراد اللي أنت ما خليت نعمة إلا وأنعمتها عليهم، كل النعم أنعمت بها عليهم، لأنه مو مذكور المتعلق. فإذن كل النعم، وأسأل منكم سؤال، أكو مخلوق واحد من الملائكة من الجن من الإنس، أكو أصلا مخلوق واحد الله جمع له كل النعم ولا جيب لي مخلوق من الصالحين من الطالحين، جيب لي مخلوق الله عز وجل جمع له كل النعم، كل مخلوق بعض النعم ما كانت عنده. لا أكو
أكو 14 شخص هذول الله عز وجل أنعم عليهم بجميع النعم. محمد وآل محمد. شلون أنعم عليهم بجميع النعم وأهل البيت مجموعة من النعم ما كانت عندهم؟ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كانت عنده نعمة الحكومة؟ أقول نعمة، هي نعمة الحكم ما كانت عنده. الإمام زين العابدين كانت عنده نعمة الحكم؟ ما كانت عنده. الإمام زين العابدين كانت عنده الثروة بالمليارات؟ وما كانت عنده. وين كل النعم جمعت لأهل البيت؟ شنو تقولون كل النعم لأهل البيت؟ نعم كل النعم الله عز وجل جمعها لأهل البيت. أنا ما أقول، أنا إذا قلت لا تقبلون مني. الله عز وجل هو يقول، يقول وكل شيء أحصيناه. أحصيناه يعني شنو؟ يعني جمعناه. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. خب شنو جواب هذه الإشكالات اللي ذكرتها أنا؟ الإمام زين العابدين ما كانت عنده نعمة، مليارات الأموال كانت عند الإمام زين العابدين ما كانت عنده. وهذه نعمة لو مو نعمة، مليارات الأموال. الحكم نعمة لو مو نعمة. الإنسان يطير في السماء يركب طائرة، هذه نعمة لو مو نعمة؟ خو الإمام زين العابدين ما كان يركب في الطائرة، ما كانت عنده هذه النعمة. وقس على ذلك ما أقول ملايين، مليارات النعم الإمام زين العابدين ما كانت عنده، الإمام الباقر ما كانت عنده. فشلون أنت تقول كل النعم؟ مو أنا أقول، القرآن جاي يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الجواب جدا واضح. لاحظوا، إذا أنت أعطيت مفاتيح الشيء لشخص، أعطيت كل ذلك الشيء لشخص. يعني شنو؟ أنت عندك رصيد في بنك في ملايين، مئات الملايين، عشرات الملايين مثلا من الأموال، تعطي هذا دفتر الشيكات، تعطيه لولدك، تقول اللي تريد تسوي سوي أنت. هو ابنك هم لا يروح يأخذ من هذه المليارات 10 دنانير، الآن يحتاج 10 دنانير يروح يأخذ 10 دنانير بس، وبعدين يسحب 5 دنانير، يريد يشتري خبز يروح يسحب 20 فلس مثلا بمقدار حاجته يأخذ. بس أنا الأبو أقدر أقول أنا أخو كل الحساب أعطيته بيدك، كل شيء بيدك كان أعطيتك، أعطيتك كله. فرضاً كل فلوسي هذا الحساب، بس فرضاً أنا شنو أقول له؟ أقول له أخو أنا كل فلوسي أعطيته لك. يقول وين أعطتني أنت كل فلوسي؟ كل فلوسك، فلوسك بالملايين. أقول له أخو الشيكات عندك، قلت لك اللي تريد تسوي تسوي سوي بيدك أنت خلاص. صحيح أنا أقول له أنا أعطيتك كل شيء، صحيح بالفعل أعطيتك كل شيء، أنا كل أموالي أعطيته لك. الله عز وجل بلا تشبيه كمثال أقول، معطي دفتر الشيكات لأهل البيت، الكلام غير صحيح وهواية أكبر من هذه المستويات، بس كمثال أقول رسول الله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله فتح أيديهم أعطاهم كل قدرات الكون، كل بعضها أعطاهم كل القدرات. سلام عليكم. الإمام زين العابدين ما كان عنده مليارات؟ إيه صحيح ما كان عنده مليارات، بس لو كان يريد يملك مليارات بأبسط إرادة ما كان يحتاج يتعب نفسه، ما كان يحتاج يدعو الله سبحانه وتعالى، بس كان يريد أن يجتمع أمامه مليارات فورا كان يجتمع. واحد من أهل البيت، وهذا لو ما ركبوا طائرة
ما كانت عندهم هذه النعمة، ما كانت عندهم هذه النعمة، بس مصدر هذه النعمة كانت عندهم. لو كانوا يريدون يركبون طائرة بإرادتهم، بس كانوا يريدون، ما يحتاجون أن يسوون شيء ثاني، بأبسط إرادة كانت الطيارة تصير. شنو يريد من نعمة؟ الطائرة شنو؟ المليارات شنو؟ لو كانوا يريدون يزيلون البشر، لو كانوا يريدون يضاعفون البشر، لو كانوا يريدون يخلقون مخلوق ثاني، اللي تريد أنت يا رسول الله بيدك، المفاتيح بيدك يا رسول الله. وهذا قلته قبل كم ليلة، شلون المفاتيح بيدهم؟ هي إرادتهم. الله عز وجل جعل إرادتهم هي العلة التامة لكل المعلولات، يعني أعطاهم المفاتيح، إرادتهم علة تامة لكل المعلولات، لأي شيء اللي يريد. يعني شنو؟ يعني الصراط الذين أنعمت عليهم بجميع النعم. إيه بالفعل، الله عز وجل هل 14 ولا غير، محصور بس هذول، الله عز وجل أنعم عليهم بجميع النعم، ما أنعم عليهم ببعض النعم، مو نعمة الهداية، نعمة الهداية هم ضمنها، مو نعمة المصدر في كل شيء، مصادر كل شيء في عندهم، خزان علم الله، عيبة علم الله، يعني كل شيء عندهم، هذا العلم، القدرات نفس الشيء. وهذا المعنى هو الذي ورد بعبارات مختلفة في الروايات الشريفة في تفسير هذه الآية المباركة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير أنعمت عليهم يقول: يعني محمدا وذريته. طبعا روايات ثانية، أكو روايات تقول المقصود الشيعة، لأنه شيعة على الطريق. أنعمت عليهم هو رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن صراط الذين أنعمت عليهم هي صراط الشيعة عدل، لأن الشيعة هم أتباع هذا الصراط. إيه بالفعل، مو خطأ، يعني العبارات مختلفة بس المغزى واحد. ومثل ما قلت لكم، هذا المعنى يتضمن المعنيين الأول والثاني أيضا، يعني ما يتنافى وياهم، مو أنه ذاك غلط، ذاك جزء المعنى. فإذا روايات ذكرت ذاك المعنى، ذاك مصداق. وما أكثر الروايات الشريفة التي تذكر في تفسير الآيات القرآنية تذكر مصادق، وآية أكو في القرآن الكريم بالمئات، أكو روايات تذكر مصادق للآية، ما تذكر المعنى الكامل كإشارة. أنت واحد يسألك الإنسان يعني منو، يقول يعني هذا الإنسان، مو يعني هذا، هذا مصداق للإنسان، هذا تفسير عرفي شائع. إذا الإنسان سألوا عن شيء أحيانا يذكر مصداقا معينا، ما يذكر المعنى الكامل، وهذا شيء طبيعي. فالبعض يسألون من الإمام عليه الصلاة والسلام شنو المقصود من أنعمت عليهم، الإمام يقول الهداية. أي صحيح، الهداية هذه نعمة، هذا مصداق من المصادق. خب، اهدنا إلهي، والروايات اللي اهدنا الصراط المستقيم، هناك روايات كانت تقول صراط المستقيم صراط علي وآل علي، روايات قلناها. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم شنو هو؟ لعله في القرآن الكريم في كل الموارد اللي الصراط المستقيم مذكور، المورد الوحيد الموصوف الصراط المستقيم فيه هو هذا المورد. الصراط المستقيم شنو هو؟ شنو صفته؟ صراط الذين، كثير العبارة اللطيفة، الصراط المستقيم صراط معين، تقول الصراط هذا الطريق، لا، طريق هذولة، وهذولة لازم يكونون دائما في كل شيء هم أقرب طريق. المستقيم، الصراط المستقيم هو أقرب الطرق، منو أكو اللي هو أقرب الطرق في كل شيء؟ ماكو غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. خب، صراط الذين أنعمت عليهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بقية الآية واضحة لو مو واضحة؟ واضح بعد. إذا صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط أهل البيت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يتبين شنو معنى الصراط اللي صراط ثاني مو صراط أهل البيت. خب،
شنو الفرق بين المغضوب عليهم والضالين؟ أصلاً أكو فرق ولا لا؟ البعض قايلين ماكو فرق، هذا عطف تفسير. المغضوب عليهم هم الضالون، الضالون هم المغضوب عليهم، لا بأس، تفسير لا بأس به، ولكن قد يفرق بينهما. هذا المعنى مو غلط، قلت المعنى الأول الضال هو مغضوب عليه، المغضوب عليه ضال، ولكن قد يفرق أيضا بينهما. شلون؟ أئمة الكفر، أئمة الضلالة، أئمة الانحراف عن أهل البيت، الأئمة مغضوب عليهم، الأتباع ضالون. الأتباع اللي ما يدرونها، مو الأتباع اللي يعرفون، مو المعاندون، المعاند هو مغضوب عليه. الأتباع اللي ما يدرون ضالون، تايهين هذول، المغضوب عليهم مو تايهين، هم يعرفون وماشين غلط. شنو قلنا قبل شوية قاعدة؟ نفس القاعدة نكررها هنا. شنو قلنا؟ حذف المتعلق يفيد العموم. مو قلنا الآن قبل شوية أنعمت عليهم بأي نعمة؟ مذكور صحيح؟ غير المغضوب عليهم نفس القاعدة نجيبها، حذف المتعلق يفيد العموم. شلون؟ غير المغضوب عليهم، هذول أكو عليهم غضب، على شنو؟ إذا شربوا خمر أكو عليهم غضب، إذا ارتكبوا الفاحشة أكو عليهم غضب، إذا أكلوا مال الناس ظلما أكو عليهم غضب، مو مذكور. هذول مغضوب عليهم يعني شنو؟ يعني حتى عندما يوقف بالصلاة ويصلي، في روايات، مو رواية، روايات، لا يبالي أصلى وصام أم زنى وسرق، ماكو فرق، يصلي أو يزني نفس الشيء، يصوم أو يسرق ماكو شيء، ماكو فرق. يسألوا من الفقهاء، واحد عمدا بدون وضوء يقف يصلي، هذه الصلاة حرام، يعني هو جاي يصلي، جاي يقول الله أكبر، ذكر الله، يذكر الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، كل ذكر الله، يركع يسجد. اللي بدون وضوء عمدا، مو ناسي، لا مو واحد جاهل، لا عمدا، يدري الوضوء واجب، يدري الوضوء شرط في صحة الصلاة، بدون وضوء يوقف يصلي، هذه صلاته هذه صلاة ذنب. هو يقول الله أكبر يكتبوا له ذنب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم يكتبوا له ذنب، ماشي؟ ليش؟ الله عز وجل هو قايل تصلي بوضوء، انت جاي تخالف امري، بدون شرط انت جاي تسوي، انا قلت لك تصلي بهذا الشرط، خليت لك شرط الوضوء الطهارة، هذه معصية لله عز وجل، انه انت بدون الشرط اللي الله قايل لك، هذا شرط، شرط في الصلاة تكون متوضي، أنت بدون الشرط جاي تسوي، يكتبوا لك ذنب. هذا الوضوء شرط من شروط الصلاة، ولاية أمير المؤمنين مو شرط في الصلاة، مو شرط في الصيام، مو شرط في الحج، مو شرط في الزكاة، ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شرط في كل العبادات بل في كل الأعمال. واحد يقول أنا أسوي العمل بدون هذا الشرط، مغضوب عليه، صلاته مغضوب عليها، يعني هو مغضوب عليه لصلاته، مغضوب عليه لحجه، مغضوب عليه لزكاته. خلاص عرفوا النماذج، نماذج أكو، شواهد أكو في القرآن، حتى لو يسوي شيء لله، يوقف في العبادة يكبر يصلي ويبكي، وتبتل من دموع عينيه لحيته، وروح وسوي اللي تريد،
مغضوب عليه. القضية جدا واضحة، مثلوها بالوضوء والصلاة، تعرفون المثال إيش قد واضح. نعم مغضوب عليهم في كل أعمالهم، شرط ما عندك مغضوب عليه. الضالين من هم؟ هذا اللي ما يدري، المسكين اللي ما يدري، جاي يمشي وراء قتلة الصديقة الكبرى سلام الله عليها، يمشي وراءهم، هو جاهل إيش دار المسكين، قايلين له هذول ناس متدينين أتقياء كذا، ما يدري، اللي ما يدري ما يدري مسكين. هذا شنو؟ هذا مغضوب عليه؟ لا، قد نفرق. قلت البعض قالين هو عطف تفسيري، المغضوب عليهم هم الضالون. أكو احتمال هم لا، هذا ما يكون مغضوب عليه، بس هذا إنسان ضال تايه مسكين، مثل ما واحد يصلي بدون وضوء ما يدري الوضوء شرط، هذا تايه صلواته كلها باطلة. صلواته باطلة بس هو باعتبار مو معاند، مو جاهل مقصر، مو مغضوب عليه، بس باطلة لا صلاة، مو مثل ذاك لا يبالي أصلى وصام أم زنا وسرق، ذاك صلاة الزنا، ذاك صيام السرقة، هو جاي يصوم بس يشوف يوم القيامة في سجل أعماله سرقة، لا أنا ما سرقت شهر رمضان، كان أنا ما كنت أسرق. يقول ليش أنت في شهر رمضان 30 مرة سرقت، كل يوم كنت تسرق، أنا كنت أصوم، هو صيامك سرقة. معنى الرواية هذه لا يبالي أصلى وصام أم زنى وسرق. البعض قايلين يعني لا يبالي أصلى وصام أم زنى وسرق، يعني ماكو فرق يصلي أو ما يصلي. الإمام ما يقول ماكو فرق يصلي أو ما يصلي، الإمام يقول لا يبالي أصلى وصام أم زنى وسرق. الإمام كان يقدر يقول لا يبالي أصلى أو لم يصلي، أصام أم لم يصوم، هيك كان يقدر يقول. الإمام قال لا يبالي أصلى، وروايات قلت مو رواية، هذا المعنى حتى بعض العامة ذاكرينها، بعض علماء العامة رواة العامة ناقلين هذه الرواية، لا يبالي أصلى وصام أم زنا وسرق. ظهر العبارة أنه لا، صلاته زنا، صيامه سرقة، ذاك المعاند أو أئمة الكفر، أئمة الانحراف. هل أقرأ لكم رواية وأختم حديثي بهذه الرواية الشريفة؟ طبعا عندنا فد كم دقيقة ما أخذ من وقتكم بمناسبة معينة. الرواية الشريفة حديث صحيح، علي بن إبراهيم القمي في تفسير القمي يروي هذا الحديث بسند صحيح وبسند عالي، عالي يعني الفاصل قليل، يعني الرواة اللي بين علي بن إبراهيم وبين الإمام قلة، عددهم قليل، هذول هذه الرواية يسموها رواية عالية، عالية السند، الفاصل قليل، أفراد معدودين. هو بثلاث وسائط علي بن إبراهيم يروي هذه الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في قوله، هذا الفارق يمكن اللي قلت لكم بين المغضوب عليهم والضالين، في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال عليه الصلاة والسلام المغضوب عليهم النصاب، هذا المعاند، والضالين الشكاك والذين لا يعرفون الإمام. الناصبي هذا مغضوب عليه، الشاك اللي ما يعرف الإمام هذا ضال، لعله إشارة إلى هذا التفسير. الرواية الثانية موجودة. هذه الليلة، الليلة العاشرة من شهر رمضان، في اليوم العاشر من شهر رمضان تعرفون وفاة السيدة العظيمة الجليلة صاحبة الحق على كل مسلم على وجه الأرض، السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. هذه السيدة الجليلة الحديث عنها حديث طويل، لها خصائص ولها فضائل. خصائصها بوقت يسير، بحث يسير في الرواية الشريفة، أنا كتبت 12 خصيصة لها، طبعا هي أكثر حتما، بوقت يسير ما طولتهم كثيرا، بمراجعة لبعض الروايات الشريفة 12 خصيصة، خصائصها كثيرة ولها فضائل. واحدة من خصائصها أنها الوحيدة سلام الله عليها
تعلمون زوجات النبي صلى الله عليه وآله العديد منهن جليلات، العديد منهن جليلات، لكن السيدة خديجة حسابها حساب ثاني. من بين الجليلات من زوجات النبي صلى الله عليه وآله، إحدى خصائصها أنها، وهذه مهمة جدا، أنها الوحيدة من بينهن، أن الله سبحانه وتعالى بلغها سلامه. بين قوسين أقول امرأة، سامعين قضيتها، بشار المكاري على ما ببالي شن اسمه كان، يروي هذه القضية. امرأة مؤمنة صارت لها قضية مفصلة، ما أريد أنقلها. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بلغها السلام، كانت عارفة تفهم. واحد إجا قال لها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بلغك السلام، قالت الله، يعني بالله عليك صدق الإمام الصادق يبلغني السلام؟ قال لها إي والله. فسقطت مغشيا عليها، أفاقت، قالت له الله الإمام الصادق يبلغني السلام؟ قال لها إي والله، بلى والله. فوقعت مغشيا عليها. مرة ثالثة أفاقت، قالت الله بالله عليك الإمام الصادق يبلغني السلام؟ قال بلى. فسقطت مغشيا عليها، 3 مرات توقع مغشيا عليها. حقه امرأة عارفة تفهم يعني شنو الإمام الصادق يبلغ السلام. السيدة خديجة إله الإمام الصادق يبلغ السلام. والرواية رواية عند الشيعة وروايات عند العامة تثبت هذا الشيء. هي الوحيدة من بين كل زوجات النبي، من بين الجليلات من زوجات النبي قصدي، أنها تحظى بهذا المقام العالي. ما أريد أفصل، خل أقرأ لكم الرواية الشريفة، لأن الرواية تقرأ كثيرا ولا تفسر، لأنه أريد أفسر. خل أقرأ الرواية. إحدى الروايات هكذا: أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله فقال هذه خديجة قد أتتك. الآن يقول فإذا هي أتتك، جبرائيل يقول للنبي صلى الله عليه وآله فقرأ عليها السلام من ربها ومني السلام. وبشرها ببيت في الجنة من قصب. هنا عادة ما يفسرون، يقولون الرواية لهنا وخلاص، لا صخب فيه ولا نصب. التصور اللي عند الناس أنه بيت من قصب، بيت من قصب شنو يعني؟ هذا فتشي يعني؟ القصب، شوفوا تفسير الرواية، حتى العامة بعضهم مفسرين الرواية مو بس الشيعة. القصب شنو هو؟ القصب في الجنة قصب من الذهب. البعض قايلين، حتى قلت من مفسري العامة مو من الشيعة فقط، الشيعة واضح كلامه، قايلين قصب من لؤلؤ، قايلين القصب من الجوهر، هو الجوهر المجوف، هذا إلى لطف خاص. الجواهر، أنواع الجواهر، الجواهر شنو هي؟ الله العالم. في الرواية الشريفة لؤلؤ، في الرواية الشريفة كلمات أكو، حتى شوية إحنا نستوعب إجمالاً القضية، مو قضية قصب يعني، لا، قصب خاص أي شيء كان. البعض هيك قايل لؤلؤ مجوف واسع، البعض قاعدين أنابيب من جوهر. جوهر عندما نقول مو يعني شيء معين، أشياء ثمينة، المقدار يسموه جوهر. هذه إحدى خصائصها، ولها فضائل كثيرة. بعد نكتفي بهذا المقدار، كنت أريد أذكر لكم رواية شريفة في فضائلها. وأيضا يوم غد يصادف على قول قوي ذكرى استشهاد السيدة زينب سلام الله عليها، بنت الإمام أمير المؤمنين، الجدة والحفيدة، هي مع جدتها ذكرى استشهادها في اليوم 10 من شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هاتين السيدتين العظيمتين الجليلتين،
اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحق محمد وآل محمد نور قلوبنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور القرآن، نور قلوبنا بأنوار محمد وآل محمد.